اهلا وسهلا بحضراتكم من تاني. ده لقاء كان مخطط ليه انه يكون موجود في اول هاتريك في اول البرنامج يعني، ومستر جوميز كان عنده الرغبه انه ياجله شويه لما بعد نهايه الموسم لغايه ما الرؤيه كلها توضح، وكان عنده سبب مهم جدا انه ازاي يكون عندي قناعه كافيه ويكون عندي رؤيه كامله وشامله للعيبه لكل اللي بيحصل في الزمالك علشان الكلام يكون منطقي الى حد كبير جدا. احترمنا رغبته، كان عنده منطق كبير في وجهه النظر الحقيقه يعني. النهارده هو مشرفنا ومنورنا قبل ساعات يمكن من سفره الى البرتغال. مستر، سعداء جدا بوجودك معنا اولا في اون تايم سبورتس، وبشكرك على تخصيص الانترفيو لبرنامجنا لهاتريك. كنت عارف انه ده هيكون من بدري شويه، لكن شكرا على اولا احترامك لينا وللبرنامج وللجمهور ووجودك معنا في حلقه النهارده. يسعدني ذلك كثيرا. انا اعرف انك لديك العديد من الاسئله التكتيكيه. جدا، انا معايا يعني كميه من الاسئله، لو خدت نصها النهارده هكون في منتهى السعاده يعني. قبل ما نخش على اي سؤال، عارف انه الفتره الحاليه بالنسبه لجمهور الزمالك هي فتره شائكه شويه. اخبار الصفقات ايه؟ جوميز مكمل او مش مكمل؟ الكاس اخباره ايه؟ هي فتره شائكه، لكن مبدئيا هل نقدر نقول انه مستر جوميز هو المدير الفني الحالي للزمالك والمدير الفني في الموسم القادم للزمالك بشكل مؤكد، ولا رؤيتك لسه ما استقرتش في الموضوع ده؟ في حياتي كلها عندما أتفق مع أحدهم أنا لا أريد أن أوقع، لا ينبغي علي أن أوقع. أنا ما أتفق عليه هو اتفاق. في كرة القدم هناك أشياء تحدث، أشياء مالية، وهذا حدث من قبل في مسيرة الكروية، أن أنتقل من نادي إلى نادي ويكون هناك قيمة للانتقال ويكون هناك مكسب لكل الأطراف. فأنا عندما أترك النادي يكون مكسب لكل الأطراف. الحقيقة أنني وقعت على عقد لمدة سنة ونصف، وفي حالة أننا فزنا بكأس الكونفدرالية، كان هذا نصف موسم، ولو فزنا بكأس الكونفدرالية فسيكون هناك موسم آخر. في الحقيقة أنا محفز تماما لكي أحقق مستقبل لهذا النادي العظيم، وأعتقد أنني ليس لدي أي مواقع للتواصل الاجتماعي، ولكنني أعرف أن هناك الأشياء تثار بأنني سأنتقل إلى بلد آخر أو دوري آخر. هذا صحيح أنني تلقيت بعض العروض، ولكن صعب جدا أن تشرح كل شيء، ولكنني حقيقي أشعر بالسعادة أنني آتي إلى هنا بشكل يومي حتى بعد الخسائر التي واجهناها في المباريات الأخيرة. سعيد بوجودي هنا والحديث مع اللاعبين بشكل مباشر، وأتواجد معهم وأن أتشارك معهم ما أريد أن أشاركه معهم، حتى يعطوا بأقصى طاقتهم في هذا النادي العظيم. اعطاء كلمتك للزمالك بان انت موجود الموسم الجاي والموتيفيشنز او الحوافز اللي بتتكلم عنها مبنيه على الجمهور ومشاعر الحب للمستاه هنا، ولا مبنيه على انه الصخب الذي صنع لجوميز في مصر كان مختلفا عن بقيه الاماكن اللي اشتغلت فيها، ولا مبني على رغبتك في التحدي انك تفوز بلقب قوي الموسم الجاي، اذا كان الدوري او الكونفدراليه مجددا او الكاس او السوبر، الالقاب المعتاده اللي انت رايح لها يعني؟ هناك شيئان مختلفان تماما، نقطة. في مصر الأمر مختلف، نقطة. هذا الحماس الذي أراه في الاستاد كبير جدا. أعتقد أن عدم التواجد الجماهيري بسبب توجيهات محددة ربما تكون فترة المقبلة تكون الاستادات ممتلئة تماما. أنا عشت هذه اللحظة مرة واحدة في نهائي الكونفدرالية والاستاد ممتلئ. من الصعب أن لا تشعر بهذا الشعور دائما في الاستاد. نحن أدركنا أن في صباح ذلك اليوم في النهائي عرفنا أن هناك من بات ليلته في الاستاد حتى يجد مكان ليشاهد المباراة. هذا هو الحماس، هذا هو الشغف.
من الممكن أن نرى شغف في بلدان أخرى، هذا صحيح، ولكن بهذا الزخم وهذه القوة. أنا لم أعمل في البرازيل ولم أعمل في الأرجنتين، ولكن أشاهد مباريات هناك. عملت في إنجلترا وفي إسبانيا، لا يمكن المقارنة بين كل هؤلاء ومصر. ده حقيقي، لأنه يوم نهائي الكونفدرالية كمان أنا كنت شاهد عيان على المشاهد وحجم الأوتوبيسات اللي كانت رايحة تجاه الملعب من جماهير الزمالك على مستوى مصر كلها. يعني عايز أروح معاك للفترة الحالية اللي بتعيشها والتحديات اللي أنت بتواجهها، بمعنى أنه أنت واجهت في يناير موضوع القيد وفتح القيد والتعاقد مع لعيبة وعدم الوضوح بخصوص الصفقات الموسم الجديد، ثم مشكلة عدم وضوح جدول المباريات وهتختم الموسم إمتى وهتبتدي إمتى. لكن في الوقت الحالي كل جمهور الزمالك بيتكلم على موضوع زيزو، على موضوع الصفقات، على موضوع إيه الأصلح. وطبعا هنا وجهة نظرك الفنية هتبنى مع الإدارة بخصوص وجهة النظر الإدارية أيضا في المسألة دي بوضوح شديد جدا. هل انت تفضل الاستمرار مع نفس اللاعبين زيزو على وجه الخصوص، استمراره مع الفريق وانه يكمل معاك الموسم الجاي مع التضحية بأسماء اخرى، ولا بالنسبة لك الحالة الاقتصادية للزمالك لو قررت ابعاد زيزو عن الفريق واستخدام لاعبين اخرين فانت جاهز علشان تطبق افكارك بنفس الطريقة زي ما كان زيزو موجود؟ ما قلته من قبل بشأن موقفي هو أنني عندما وقعت في المملكة العربية السعودية ثم البرتغال كنت سعيدا للغاية. أننا كنا دائما نبدأ ببناء الفريق، 8 لاعبين فقط تبقوا من الفريق السابق، ثم بدأنا نلعب بطريقة مختلفة وبدأنا نلعب بطريقة جميلة جدا. وفي نهاية شهر ديسمبر جاء نادي ريدينغ بعرض، وعلاقاتي مع رئيس النادي بعد 6 سنوات في الشرق الأوسط، من الصعب أن تعود مرة أخرى إلى أوروبا، ولذلك احترمت هذه الثقة مع النادي السعودي، وقلت له أن يتحدث مع نادي ريدينغ بهذه الطريقة. أنا كنت أحلم بالعمل في إنجلترا، ولكن تركت الأمر في يد رئيس النادي، وكان هذا شيء طيب جدا لأنه سيعود بالنفع على النادي السعودي، ووافقت على الانتقال إلى ريدينغ. ريدينغ كان في حاجة إلى مدير فني واحتاجوا واختاروني أنا. خواف كان يريد مالا، وحلمي أن أعمل في إنجلترا. إذن هي اتفاقية كسبت فيها كل الأطراف. أنا حققت حلمي، وخواف حصل على المال حتى يستطيع دفع الرواتب واستقدام لاعبين جدد في يناير من ذلك العام. ثم الكل كان سعيدا، على الجماهير أن تتفهم أن هذا من الممكن أن يحدث في كرة القدم. ليس بالضرورة أن يكون شيء سيء للنادي عندما يترك أحد اللاعبين هذا النادي، ربما يكون ذلك جيدا للنادي، جيدا للاعب، ربما يكون اللاعب لديه الحافز أن يتنتقل. إذا لم تترك اللاعب يغادر وأنت تتوقع من اللاعب أن يعطي لك، ولكنه يريد أن يسافر ويحترف خارجيا ولا تتركه، فبالتالي ستفقد هذا الشغف لدى اللاعب لصالح النادي الذي يلعبه. إذا حدث هذا الموقف بالنسبة لي أنا لا أرى أي مشكلة من واقع خبرتي. أنا طبعا أحب زيزو، ولاعب محترف بحق من الطراز الأول، يعتني بتغذيته وعدد ساعات النوم، ومنضبط جدا في الجيمنيزيوم، هو أول من يصل من اللاعبين، والحقيقة ظهر ذلك في العديد من المباريات داخل الملعب. ولكن إذا كان هناك شيء جيد سيحدث لكل الأطراف ويجعل كل الأطراف تخرج فائزة، فلما لا؟ وأنه سيكون هناك أموال تدر على النادي، لما لا؟ ربما سنستبدل هذا بآخر. كل يعرف أن هناك مشكلات مالية. مفهوم. طيب أنت واجهت تجربتين، واحدة في ريدينغ وواحدة في ألميريا،
تقريبا نفس السياق فيما له علاقة بعدم القدرة على التعاقد مع اللعيبة اللي انت عايزهم او اللي انت مختارهم او اللي يناسبوا طريقتك في اللعب، مرة في ريدينجو ومرة في ألمريا. وده هيقودني لسؤالين. في يناير قبل قدومك للزمالك، هل تم استطلاع رأيك بخصوص الصفقات اللي جاية الزمالك؟ ده رقم واحد في يناير اللي فات. ثم في الوقت الحالي بالنسبة للموسم الجديد، هل تم الجلوس مع الإدارة وإبلاغهم باللاعبين اللي انت عايز تضمهم للفريق الموسم الجاي أو لا؟ بمعنى آخر، هل انت تشعر في الوقت الحالي ان انت المتحكم الكلي في اختيار الصفقات، ولا نفس المشكلة اللي واجهتها زمان لسه مش قادر تتخلص منها لحد دلوقتي لأنه في اعتبارات اقتصادية واعتبارات مالية وما إلى ذلك؟ الآن لا يمكن أن نضم أي لاعب الآن. إذا حللنا المشكلة علينا أن نتعامل بالطريقة الصحيحة. هذه ليست تخصصي، الإدارة ليست تخصصي، أنا أعطي رأيي الفني، إلا أنني يجب أن نستخدم هذه الأموال بالطريقة الصحيحة. إذا ترك النادي لاعب هام فلابد أن يتم استبداله بشكل حريص جدا، من جانب التوقعات من اللاعب القادم، من الجوانب المالية. ولكنني أنا ما تلقيته وما عرفته أشعر أن المجلس، مجلس الإدارة، سيأخذ في اعتباره رأيي الفني بالطبع. ما حدث في ريدينج والمرياء كان هذا الموضوع، ولكنه قصة مختلفة. في يناير الماضي قبل قدومك، هل تم استطلاع رأيك في اللاعبين ولا ده كان شأن الزمالك الداخلي؟ لا، اللاعبون وصلوا قبل أن أصل. عندما وصلت كانوا موجودين بالفعل، ولكنني تفهمت وجهة نظر مجلس الإدارة، لأنهم فتحوا نافذة التعاقدات واستطاعوا أن يتعاقدوا مع لاعبين، فلما لا؟ ربما في بعض المراكز نحاول أن نجد عدد محدد من اللاعبين أو عدد معين من اللاعبين، ولكنني تفهمت وجهة نظرهم تماما، وأعرف أن مجلس الإدارة هو قرر لجلب أدوات جديدة لهذا الفريق من أجل شيء جيد في نهاية الأمر، وأعتقد أنه كان قرارا جيدا وفزنا ببطولة هامة جدا هذا الموسم. طيب، دي إجابة واضحة جدا. هنطلع على فاصل ونرجع نكمل لقائنا المثير مع ميستر جوميز. خليكم معنا. ورجعنا لحضراتكم من تاني، ولسه مكملين لقائنا مع ميستر جوزيه جوميز. ميستر، الاستحواذ كان معاك طول الوقت في رحلتك في الكوره، سواء مع ريدينج اللي اجبرت فيه مانشستر يونايتد في الاف اي كاب على استحواذ 61%، مع رايوافي كنت اكتر فريق اكمل عدد تمريرات مكتمله وتالت اعلى فريق استحواذ على الكوره، رغم انه رايوافي او ريدينج ما كانوش من الفرق الكبيره سواء في انجلترا او حتى في البرتغال. يعني مع الزمالك كان عندك مرونة أكبر، لكن إزاي هنا المدرب يقدر يغير فكرته الأساسية في الكورة ويحولها لأكثر توازناً؟ إيه اللي أنت اصطدمت بيه في الزمالك، وإيه اللي حاولت تعالجه علشان ترجع مرة تانية لفكرة الاستحواذ؟ أعتقد أن لدينا هنا كل الأدوات التي نستطيع أن نلعب بها بأفكاري. لدينا لاعبين أذكياء، لاعبين جيدين جدا بقدرات فنية ورؤية فنية جيدة، وأيضا لدينا لاعبين جاهزين بسرعة لكي يأتوا من الخلف، لأننا لا يمكن أبدا أن ننسى أننا إذا لم نفعل هذه الأشياء، لاعبين يستطيعون التحرك بسرعة لكي يرسلوا الكرة إلى مناطق الخلفية للهجوم للمدافعي الخصم. معنى ذلك أننا نستحوذ الكرة على الكرة فقط بدون أهداف. إحصائيا نحن ننهي المباراة ب 75%، ولكن إذا لم نحاول أن نسجل فالاستحواذ لا يعني أي شيء.
إذن لدينا كل الأدوات التي نستطيع أن نعمل بها. الأهم وليس فقط الأمر يتعلق بالجماهير، لأننا قلت لك أنني أحب الجماهير، جماهير الزمالك. أحد الأسباب هي الطريقة التي استطاع للاعبي فريقي أن يستوعبوا بهذه الطريقة، يحبون الطريقة التي نتدرب بها، يحبون الطريقة التي نلعب بها. إذن أكرر أن لدي أدوات هنا أكثر من ريدينغ، لأن ريدينغ في وجود بعض المدافعين الذين عملت معهم لا يمكن أن أطلب منهم عندما يسددون الكرة أن يضعوا الكرة داخل الملعب. الزمالك في عكس الكلام ده، يعني كواليتي الزمالك أفضل من ريدينغ على المستوى الفني. نعم. هل كواليتي لعبت الزمالك كبير هو قدرة هؤلاء اللاعبين هناك أن يلعبوا 60 مباراة في الموسم، لأنهم فنيا أقوياء ولاعبين شجعان ولديهم قلوب كبيرة، ولكن على المستوى الفني لدينا هنا لاعبين لا يلعبون في ريدينغ ولكن يلعبون في أماكن أخرى. بس ده يعني تصريح خطير جدا بالنسبة للجمهور، لأنه إذا بدأ الجمهور مقتنعا بالحاجة بتقوله أنه أنت عندك أفضل لعيبة موجودة، الأعلى تكنيك، الأعلى من الشامبيونشيب، فلماذا لم يحقق الزمالك المركز الثاني في الدوري او ينافس على الدوري؟ ليه ده ما حصلش رغم وجود بكلامك لاعبين تقنيين على اعلى مستوى؟ لنرى الموسم المقبل. ولكن هذه ليست تصريح خطير ولا شيء، ولكن انا اقول الحقيقه. إذا كنت أستطيع أن أجيب إجابات سياسية لن أجيب إجابات سياسية، أنا أقول الحقيقة فقط. نرى لاعبين منهم فتوح الذي يعيش لحظات صعبة حاليا، لديه قدرات فنية كبيرة تمكنه من اللعب في أي دوري في العالم، وحتى بالنسبة لي أنا عملت في مالاغا والميريا وبنفيكا، وهذا اللاعب الظهير الأيسر الأفضل الذي عملت معه في كل هؤلاء في كل تلك الأندية. انظر إلى شيكابالا وعبد الله السعيد، أود أن لو وددت لو أني عملت معهم منذ أعوام ماضية، لأنه على سبيل المثال عبد الله السعيد ورؤيته في الملعب وطريقته في السيطرة على الكرة واتخاذ القرار طريقة لا تصدق. لديه القدرة أن يلعب في أي مكان، ولكنه في نهاية مسيرته الكروية ولا يمكن أن نخفي ذلك. لا أستطيع أن أقول لعبد الله أن لديه 10 سنوات أخرى ليلعب، وكذلك الأمر ينطبق على شيكا. شيكا لاعب ذو مهارات فنية عالية، مهارات فنية لا تصدق. في بعض الأحيان أنا أحاول أن أخفي ما أريد أن أقول له لأنني أحبه عندما أشاهده في التدريب، وهذه المهارات الفنية أكثر من أي شيء اللي تؤهلهم للعب في البريمير ليج. ولكن أقول هل من الممكن أن ننافس بهذا الفريق؟ لا، في البريمير ليج. طيب أنا جاي لشيكابالا وجاي لعبد الله لاحقا، بس عايز أقف عند أول جزء اتكلمت فيه عن فتوح. فتوح في الوضع الحالي في مشكلة ومحدش عارف إيه اللي ممكن يحصل فيها. يعني من الناحية التقنية ارتبط الزمالك بجوناثان من مودرن سبورت، ارتبط بياكوبو من البنك الأهلي، وأنا لا أتحدث عن المفاوضات بل أتحدث من الناحية التقنية. هل شايف إنه أيهما أقرب لنموذج فتوح كمحلل كواحد متابع للدوري المصري؟ مين أفضلهم ككواليتي؟ والظهير الأيسر اللي تفضل التعاقد معاه، لأنه كان اللي بيقال إنه حتى لو فتوح موجود معاك أنت كنت محتاج أيضا ظهير أيسر، مين بتراه مناسب لهذا المركز؟ أنا أعرف أننا في مصر نحب أن نشارك كل شيء مع الإعلام، حتى لو أننا لم نتشارك ذلك رسميا، ولكن بعد في يوم ما بعد اللقاءات أو التدريبات كل شيء يخرج في الإعلام والأخبار الرياضية. لا تتوقع ذلك مني أبدا، لأنني حتى لو كنت أعرف اللاعب فإنني لن أقول لك، لأنه لا ينبغي أن أفعل ذلك. أنا أعرف أنها مهمة الإعلام والصحافة،
أن تشارك الأخبار وما يحدث في النادي مع الناس، ولكن عندما تشارك هذا نحن نسد ونضيع فرص كثيرة جدا، وهذا حدث في مواقف أخرى وما يحدث في المفاوضات. أنا لدي رأي الفني بالتأكيد، ونحن نعقد اجتماعات كثيرة مع مجلس الإدارة، نحن على نفس الطريق ونريد نفس الشيء ولنرى ما سيحدث، ولكنني سأستغل هذه اللحظة لكي أتشارك معك في رأيي، وأقول أنني سنكون أقوى كنادي كلما اقتربنا من أنفسنا وانغلقنا على أنفسنا، لأن الكل يعرف كل شيء عن الزمالك. نريد أن نكون منغلقين على أنفسنا، لا أرى ذلك في أندية أخرى. إذا أردت أن تكون قوي لابد أن تحافظ على بيتك، لا تشارك مع عائلة مع أسرارك مع الآخرين. هذه عائلة، لا الأسرار داخل العائلة لا تشارك مع أحد. حتى التدريبات، إذا وجدت إذا أنت ذهبت إلى المسرح تشتري التذكرة وتدخل تشاهد المسرحية، تشاهد المسرحية وليس البروفات. كذلك الأمر في كرة القدم، كل شيء لابد أن يكون داخل النادي. نستخدم كل الأدوات المتاحة لدينا بالسوشيال ميديا، المنصات التواصل الاجتماعي وكل شيء، ونستخدم كل القوة التي لدينا في وجود جماهيرنا لكي نكون أقوى في المستقبل. أنا بحترم، لا بحترم طبعا وجهة النظر وأتفق معها، لأن دي كانت نقطة موجودة على مدار تاريخ الزمالك وهرجع لها بعد شوية. بس أنا سألت ده لأنه كان في بعض النقط اللي أنت كنت فيها صريح بخصوص بعض اللعيبة، بمعنى أن أنت خرجت في لقاء سابق وقلت انه انا اتمنى يكون عندي في الزمالك لاعب زي احمد ياسر ريان، قلت حد بالاسم في مكان معين كنت شايف ان عنده كواليتي تتمناها في الزمالك، فعشان كده كنت بعرض معاك بعض الاسماء. يعني فيما له علاقه باحمد ياسر ريان، هو الشخص الوحيد اللي انت اتكلمت عنه بالاسم، فده حصل ليه؟ وهل ما تزال عندك نفس الرغبه في التعاقد مع احمد ياسر ريان للزمالك او لا؟ في بعض الاحيان نقول كلمه واحده، نقول نعم، وبعد هذه النعم يخلقون قصص أنني أطلب التعاقد مع هذا اللاعب لكي يأتي للزمالك. هذا ليس في الحقيقة ما يحدث. عندما أقول أن هذا اللاعب يؤدي بشكل طيب وأنا أقول أنه جيد، أنا لا أقول أنني أريد هذا اللاعب. في بعض الأحيان الناس تخلق قصص بكلمة واحدة فقط في سياق ما، وهو مختلف تماما عما سواء أنني كنت أريد هذا اللاعب أم لا أن يلعب معي في الزمالك. مفهوم جدا. فيما له علاقة بالانتقالات، في نقطة موجودة بشكل عام في الكورة، انه على سبيل المثال كان في الاهلي وهو منافسك الاول في مصر، يعني مش هنقول مشكلة لكن هنقول اختلاف في وجهات النظر ما بين ادارة النادي وبين مارسيل كولر المدير الفني فيما له علاقة بانه اللاعب يكمل او لا، واختلفت وجهات النظر احيانا. يعني المدرب يطلب لاعب معين، الادارة تجد نفسها غير قادرة على التعاقد مع هذا اللاعب، او يرى المدرب انه هذا اللاعب مثلا هو رقم 2 او 3 في الفريق، لا تتفق الادارة في كل مرة مع ده. والحقيقة هنا وجهتين نظر متشعبين حول العالم، ما بين ان المدير الفني له كل الصلاحيات في التعامل في هذا الملف، او انه في ادارة رياضية داخل النادي هي اللي بتشوف الوضع الصحيح او الاستراتيجي على مدار السنين. تميل لأيهما كمدرب؟ شفت انجلترا وشفت اسبانيا وشفت السعودية وشفت مصر، تميل ان يكون في ادارة رياضية هي اللي بتحط البلان، ولا المدير الفني يتحمل كافة المسؤولية في كل القرارات؟ يعني لو عندك لعيب انت مش عايزه، هل تطلب من الإدارة الاستغناء عنه بشكل مباشر، ولا تعتبره رقم 2 او 3، ولا الإدارة الحق بعد كده في اللي هي تشوفه؟ حتى هنا لا أستطيع أن أقول أننا نتحدث عن مدارس مختلفة، لأن الأمر في إنجلترا مثلا مختلف تماما، لأن الحقيقة ملاك النادي ليسوا إنجليز، لم يعد الأمر كذلك، كلهم ملاك أجانب، والأمور تجري بشكل مختلف. ولكن أنا ما أؤمن به وأعتقده هو أن من الأشياء التي السيئة التي حدثت في الماضي من علاقات المديرين الفنيين بالوكلاء، أن رؤساء مجالس الإدارة، وباعتبار هذه الحقيقة أنهم أدوا بشكل طيب، أنهم يريدون أن يكونوا مسيطرين أكثر على استجلاب اللاعبين الجدد.
ولكي نحاول أن نفعل الشيء الصحيح ونواصل إلى حالة من التوازن بالنسبة لي، أقول أنا لا أهتم كثيرا إذا كان اللاعب اسمه بيتر أو إبراهيم أو ياكو أورميتي. أنا ما أريده هو لاعب بصفات معينة، وهذا هو الخصائص التي أريدها فيه، أنه يلعب بقدمه اليسرى، قوي برأسه. عندما نجمع هذه الخصائص في لاعبين محددين ومع فريق الكشافين نحاول أن نصل للصيغة الصحيحة تتوافق مع الواقع المالي بالنسبة للنادي ورأي الطاقم الفني ورأي الطاقم الفني فيما يحتاجه. أعتقد أننا ينبغي علينا أن نكون موجودين في منطقة وسطى لا يأخذ فيها المدير الفني كل القرارات، لأن هذا غير ممكن، لأنني قد أقول مثلا أنني أريد مبابي في الزمالك. الزمالك يحبون ذلك، ولكن ليس لدينا الأموال التي تجلب مبابي. إذا لم يأتوا بمبابي سأقول سأترك النادي، يقول مجلس الإدارة مع السلامة. So we have to understand at one point علينا أن نعيش في حقيقة الأمر. واللي يقدر يعمل ده في النهاية هو اللي بيقدر يحصد الألقاب. هنطلع فاصل ونرجع نكمل لقائنا المثير مع مستر جوزيه جوميز. هنخش بقى في أمور تكتيكية، أمور لها علاقة بما حدث بينه وبين الأهلي في سياقات متعددة، فخليكم معنا. مستر، انا بعتبر انه اقوى واجرأ مؤتمر صحفي انت عملته لغايه دلوقتي مع الزمالك هو اللي عملته بعد مباراه دريمز في الذهاب، لانه انت جاي من فوز على الاهلي، وبعد الفوز على الاهلي تعادل الفريق قدام دريمز، فظهرت في المؤتمر الصحفي تقول انه اللعيبه في خلال هذا الاسبوع ما كانش رجليهم على الارض، وبدا وكانه الاحتفال بالفوز على الاهلي هو نهايه الاحلام وهو اقصى حاجه يقدر اللعيبه يعملوها، وقلت ان انت شفت بعينيك في التدريبات اللي انت ما شفتوش على مدار الفتره اللي فاتت كلها، ودي نقطه كانت موجوده على مدار سنين كتيره في الزمالك، اعتبار ان الفوز على الاهلي هو بمثابه بطوله ان صح التعبير، وهو طبعا يعد بطوله في سياقها، ولكن لان الموسم كان لسه مكمل والهدف الاساسي في الكونفدراليه لم يتحقق فده اغضبك بشكل كبير جدا. عايزك توضح بس للجمهور ايه اللي بيحصل في الاوقات اللي زي دي. حققت فوز على الاهلي من فتره طويله ما كانش تحقق، ايه اللي انت شفته بعينيك وايه اللي كنت حريص على تغييره، اللي هو بالمناسبه صنع بعد كده اللي كنت عايزه لما اصبحت بطل الكونفدراليه. ايه اللي حصل في الاسبوع ما بين الفوز على الاهلي ولقاء دريمز في العوده؟ نحن نتحدث عن روح المنتصر الفاتح وليس فقط الفائز. هذه رؤية تجعلك تقول أنك لم تفز بأي شيء في كل الدول، في برشلونة وريال مدريد في إسبانيا مثلا، هي في حد ذاتها بطولة حتى لو أحدهما أخذ الفائز بالدوري أو الكأس. الجماهير تحتفل بشكل مختلف، بنفيكا وبورتو في البرتغال أو بنفيكا وسبورتينغ لشبونة في البرتغال نفس الموضوع، مانشستر يونايتد مانشستر سيتي عندما يفوز أحدهما على الآخر الفريق يحتفلون بطريقة مختلفة لأنها مباراة ذات خصوصية، لا يمكن أبدا أن نخفي ذلك أو ننكره، هذا الشعور موجود، ولكن لا يمكن أن نحتفل ونفكر بشكل صغير. عليك نعم أنت فزت بثلاث نقاط أمام منافس مهم جدا، نحن نحتفل، ولكن لا تحتفل وكأنك فزت بالدوري، هذا يظهر عقلية ضعيفة وليست بالقوة الكافية التي تستطيع أن تنتصر في وتحقق أشياء كبيرة في المستقبل. لهذا لم أكن أحب ذلك،
نحن نحتفل بما لدينا 3 نقاط أمام الأهلي، هذا جيد. إذا كنا أقوياء فعلا وأقوياء ينبغي أن يكون هذا شيء طبيعي. نحن فزنا على الأهلي، لما لا؟ هذا شيء طبيعي. نحن نفوز بالبطولة ونفوز على الأهلي، نعم نحتفل بهذه القوة بعد أن احتفلنا بعد هذه المباراة. ربما أكون مخطئ، ربما تفضل بعض الجماهير أن نفوز بمباراتينا أمام الأهلي أفضل من أننا نفوز بالدوري، ولكن الأفضل هو الفوز بكل شيء. ولكن إذا سألتني إذا كنت أريد في موسم ما أن أفوز بالدوري أو أن أفوز بمباراتي أمام الأهلي، أقول لا، أريد الفوز بالدوري. أي مدرب هيقول كده طبعا، بس عملت إيه في الوقت ده تحديدا مع اللعيبة؟ يعني زي لعيبة عقولها مش مجهزة لاستكمال المسيرة أو بتحتفل أكتر بالفوز على الأهلي، إزاي تدخلت في الوقت ده علشان تعدل المسار ما بعد مباراة دريمز، تفوز في العودة وتفوز باللقب في النهاية في الكونفدرالية، ده عملته إزاي؟ في بعض الأحيان أتحدث يوميا معهم. أنا لا أحب أنا لست من أصحاب الخطب الطويلة، لأن بعد 10 أو 15 دقيقة يختفي التركيز تماما. أحب أن أتحدث لوقت قصير وواضح، أن تكون الكلمات واضحة. وفي التدريب يمكننا أن نخلق تمرينات معينة تبدو بسيطة جدا، ولكن عليهم أن يفعلوها بطريقة رائعة جدا حتى ينجحوا. وبهذه الطريقة لا يدركون أنني فعلت ذلك بعد هذه المباراة أو تلك، ولكننا بشكل ما هو ننير لهم الضوء، لنقول لهم عليكم بالتواضع بعد الفوز، وينبغي أن لكي تفوز بالمباراة المقبلة عليك أن تتحلى بالتواضع بالشكل الكافي، لتفهم أنك لست بالجودة الكافية، من لأنك من الممكن أن تتدرب بشكل أفضل. إذا لم تنجح في تنفيذ تلك التمرينات الصغيرة، فهذا معناه أنك لازال أمامك كثيرا. ربما لم يكن يستطيعون بعد ذلك أن يتجادلوا فيما بينهم، مفهوم، ويضعوا أرجلهم مرة أخرى على الأرض الواقع. بما أنك قلت من شوية أنك تفضل أنك تاخد الدوري على أنك تفوز مرتين على الأهلي، في الكاس لعبت قدام الأهلي ربما أفضل من لقاء الدوري، لكن في النهاية الأهلي فاز في آخر دقائق المباراة. هل كنت تفضل أنك تفوز بمباراة الكاس وتخسر مباراة الدوري بنفس التفاصيل؟ طبعا لأن مباراة كانت بطولة، والبطولة حتى لو أننا لعبنا بشكل أفضل، الأهلي وضع خاتمه في أنه هذا هو كأسه وليس كأسنا. نحن لعبنا جيد بشكل صحيح، ولكن هم من فازوا بالكأس. أنا أفضل أنني ألعب بالطريقة التي لعبوا بها وأفوز بالدوري. هل كنت متفق، لأنه أنت عملت نفس القصة، في قرار أنه الأهلي مش موجود في كأس مصر، وفي الوقت الحالي انت اديت لبعض اللاعبين راحه لانك فضلت ان يكون الموسم الجاي هو موسم اللعيبه فيه واقفه على رجلها كويس. هل كنت تفضل ان انت يبقى عندك القدره انك تلعب الكاس باللعيبه الدوليه باللعيبه الكبيره وتكون بطوله ليك مع الزمالك في الوقت الحالي، ولا فكره ترك الكاس اللعب بالناشئين هو بالنسبه لك في الوقت ده افيد من انه اخد بطوله الكاس مع الزمالك؟ أعتقد أنه لا ينبغي أن نضع الأهلي في سياق هذا السؤال. ما قرر الأهلي هو قرار الأهلي، هذه هي مشكلته، لأنه بس نفس الموقف بالنسبة لهم، ولكن الأهلي ليس هو مشكلتنا، لأن هي أمرهم، هم يتعاملون معه. ما أقوله هو أن عدد المباريات وبشكل حسابي من المفهم ممكن أن تفهم بسهولة. أولا نحن فزنا بالكونفدرالية والدوري 34 مباراة،
وفي 9 شهور لعبنا 17 مباراة، وفي شهرين مع المباراة المقبلة لعبنا في شهرين لعبنا 17 مباراة. إذن بعد تلك اللحظات المنشغلة جدا، كل مباراة كل يومين أو 3 أو 4 أيام على أقصى تقدير، بعد كل ذلك هذا شيء صعب جدا على اللاعبين. ثم جاءت بطولة الكأس. منذ 3 أو 4 أشهر سألت متى سنلعب الكأس، ليس بشكل رسمي ولكن نحن نلعب الكأس لصالح الموسم المقبل، وهذا شيء طبيعي. كانت هذه الإجابة، والواقع هو أنهم يريدوننا أن نلعب هذا الكأس في هذه الأيام في كل الدوريات في كل البلدان. وهنا لابد أن يحدث أيضا، الدوري ينتهي في مايو، وما بين آخر مباراة في الموسم وأول مباراة في الموسم يكون لدينا 2.5 شهر، وهذين 2.5 شهر نفصلهم شهر أجازة وشهر ونصف فترة إعداد ومباريات ودية للإعداد للموسم الجديد. ما لدينا هو أننا لعبنا آخر مباراة في الدوري يوم 17، سنلعب آخر مباراة يوم 17 أو ثم المباراة الأولى الرسمية 13 سبتمبر في الكونفدرالية. إذن نتحدث عن 26 يوم فقط لكي نعطي أجازة للاعبين ونلعب مباريات ودية وفترة إعداد. هذا ليس الأمر. الفريق الذي سيلعب النهائي سيكون يوم 30 أغسطس، بمعنى 14 يوما لكي نعطي أجازات وفترة إعداد. هذا شيء مستحيل أن تعطي أجازات، مستحيل. بالنسبة لي أنا سأخسر احترام لاعبي لي بعد كل ذلك، وأنا قلت ذلك. مثل أنا لدي لاعبين أفتقدهم مثل الوينش على سبيل المثال. الوينش لم يستطع أن يتعافى بعد إصابته الأولى. الموسم تلاحم مع الآخر، مع بطولات دولية، مع المنتخب. لا يمكن أن نعطي أجازات للاعبين، وهؤلاء اللاعبين ليسوا إنسان آلي، هم بشر عليهم أن يستريحوا. ده هيقودني بقى ليمكن اكتر سؤال انا واثق انك بتتساله من ساعه ما وصلت للزمالك يعني، وهو فكره اللعب بالناشئين. في بس رؤيه مشوشه شويه عند الجمهور فيما له علاقه بالقرار نفسه، انه القرار ده تم اتخاذه امتى. يعني هل القرار ده تم اتخاذه بعد ثوره على التحكيم كبيره جدا من جانبك بعد نهايه احدى المباريات، ده رقم واحد، او تم اتخاذه في الوقت اللي كان فيه قرار بالانسحاب ضد الاهلي او عدم لعب مباراه الاهلي؟ وبرده عايز اعرف رايك في القصه دي اذا كنت معاها او لا. واذا كانت الرؤيه انه الناشئين هو قرار كان كده كده هيحصل لانك مضطر، ليه ده ما حصلش قبل كده بفتره؟ يعني ده ما حصلش في مباراه الاهلي لعبت بالناشئين او قبلها بشويه، ليه ده تتزامن مع مشكله تحكيميه ومع الانسحاب ضد الاهلي؟ لو سألتني أنني إذا كنت أتنافس على اللقب لا يمكن أنا أن أفعل ما كنت أفعله. علي أن أستخدم كل اللاعبين الذين لدي لكي أفوز بكل المباريات علي، ولكن لابد أن نكون واقعيين. بعد هذه المشكلات أصبحت الميزة التي استغلها منافسنا هو أن يقاتل من أجل الدوري. لا يمكن أن أنافسهم إذا كنت فقط حالم ولدي رؤية خيالية سأقاتل معهم، لأننا لم نستطع. إذا لم نكن سنحقق اللقب
لماذا لا نبدأ في الاستعداد للمستقبل؟ أو على الأقل إذا كنا نستطيع أن نعتمد على هؤلاء اللاعبين في اللحظات الصعبة التي سنواجهها في المستقبل. اليوم هذا هو نفس الموقف، لا يمكن أن نوقع مع لاعبين آخرين، علينا أن نستمر مع هؤلاء اللاعبين. السؤال هو هل من الممكن أن نستجلب لاعبين من الأكاديمية الزمالك؟ هل لديهم الخصائص؟ كيف يمكننا أن أرى ذلك؟ عادة ترى ذلك في فترة التحضير أو فترة الإعداد، ولكن ليس لدينا فترة إعداد، لا توجد مباريات ودية، مباراة أو مباراتان. إذن علي أن أستغل هؤلاء اللاعبين الآن. ونرى بعضهم قالوا أنهم لا يزالوا يحتاجون لبعض الوقت في بيئتهم الطبيعية في تلك الفئة العمرية، ولكن هناك لاعبين أظهروا أننا من الممكن أن نعتمد عليهم. أنا مستر، وده آخر سؤال في الجزئية دي، يعني أنه الناس أحيانا ما بتبقاش فاهمة قوي طبيعية أنك تشرك عدد كبير من الناشئين دفعة واحدة مع بعض في أرض الملعب. يعني هنا أنت كان بالنسبة لك نتيجة المباريات لا تهم على الإطلاق، لأنه هنا في two phases. الأولى كانت أنت بتشرك بعض اللعيبة الصغيرين، ثم تستعين مثلا بعبد الله أو بناصر أو اللعيبة الكبيرة في الشوط الثاني، ثم ابتديت تدي بقى المجموعه كبيره من اللاعبين دون اكتراث بنتائج الزمالك بشكل عام، يعني في اي مباراه من مباريات الدوري. فعايز اعرف رؤيتك الشخصيه انه لماذا تم الدفع بهذا العدد مره واحده من الناشئين في مباريات دون وجود عناصر خبره معاهم، 3 او 4 او 5 عناصر وانت تكمل الباقي؟ لا، كان في عدد كبير بيدفع مره واحده. الحقيقه انا عملت ذلك مع نفس العدد من اللاعبين احد، وفزنا في مباراة وعدينا بشكل طيب ومدحت، وخسرت بنفس الطريقة. ما الذي يريده الجماهير؟ الجماهير تريد لي أن أفوز، سواء لعبت بالناشئين أو تحت 14 أو تحت 12 أو تحت 21 أو اللاعبين الرئيسيين. الجماهير تريد الفوز، وبعد الفوز وبعد أن نأتي بلاعبين صغار هذا شيء طيب جدا، ولكن الموقف الواقعي كما أوضحت لحضرتك هو أننا نستغل هذه الفرصة ودقائق اللعب مع اللاعبين صغار السن لكي نرى إذا كان لديهم ما يستطيعون أن يقدموا للفريق الأول، وبأخذ في الاعتبار بالنقاط التي سنخسرها. اللاعبين الذين وجدتهم كان أعتقد أن هذا كان قرارا إيجابيا جدا في استخدام هؤلاء اللاعبين. نحن لعبنا مباراة وحاليا نحن في المركز الثالث، كان من الممكن أن نلعب بالمجموع اللاعبين القدامى وبرضه أيضا نحتل المركز الثالث. إذا فزت بالمركز الثالث ولعبت بهؤلاء اللاعبين الصغار تحت الضغط الذي يعيشونه عندما يمثلون الزمالك، سواء ضغط الجماهيري أو ضغط منصات التواصل الاجتماعي وأيضا جودتهم كلاعبين، ويواجهون هذه الحقيقة، وبعضهم يواجه الحقيقة بطريقة قوية، سيظهرون للجميع أنهم يصلحون للعمل معنا الزمالك أم لا. حتى وإن كان العدد كبير، يعني لم تهتم بالعدد نفسه، أنه لعيبة صغيرة تتحمل مسؤولية المباراة من بدايتها لنهايتها. لاعبين ذوي 18 عاما يستطيعون أن يتحملوا مسؤولية من أكثر من لاعب لديه 30 سنة، فنحن نحاول أن نجد هذا اللاعب، نحاول أن نجد هؤلاء اللاعبين لكي يمثلوا الزمالك، حتى لو أنك وجدت لاعب واحد فقط فسيكون هذا شيء جيد. طيب، ده كان جزء اول يا جماعه من اللقاء، خاص بتفاصيل مهمه تهم جمهور الزمالك في الوقت الحالي، وطبعا لانه الكلام مع مستر جوميز اعمق بكتير من مجرد التصريحات او اراءه الشخصيه في اللي حصل في الزمالك، ففي جزء تكتيكي خاص هيكون ان شاء الله معانا في حلقه بكره، فاستنوا هذا الجزء اللي هيكون مثير جدا جدا كما كان الجزء الاول. نهايه حلقتنا النهارده من هاتريك، وان شاء الله بكره تكون الحلقه بنفس اثاره هذا اليوم، ونشوفكم دايما على خير.